موجز لأهم الأنباء من غرفة أخبار أورينت، حياكم الله. سوريا تتذيل قائمة الترتيب العربي والعالمي في مؤشر الحرية العالمي لهذه السنة، ووفق تقرير لمنظمة بيت الحرية فإن السبب يعود لتعرض الحقوق السياسية والحريات المدنية في سوريا لخطر شديد من قبل أحد أكثر الأنظمة قمعية في العالم، وتشير إلى حظر النظام للمعارضة السياسية وقمعه الشديد لحرية التعبير والتجمع ونشره الفساد والاختفاء القسري والمحاكمات العسكرية والتعذيب. السلطات العراقية تحبط محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين حبة مخدرة قادمة من منفذ القائم الحدودي مع سوريا، مخبأة داخل صناديق تحتوي على ثمار تفاح. مقتل الشاب مصطفى طالب وإصابة 5 مدنيين بينهم امرأة وطفل جراء قصف ميليشيا أسد والاحتلال الروسي بقذائف الهاون أطراف مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي. اشتباكات عنيفة بين ميليشيات قسد في بلدة شحيل بريف دير الزور على خلفية محاولة دورية من الكوماندوس اعتقال أحد عناصر القيادي محمد رمضان الملقب بالضبع. مجهولون يقتلون القيادية في ميليشيا الأمن العسكري يحيى أبو حلاوة المقرب من رئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي، والذي يتزعم مجموعة تنفيذ اغتيالات لصالح الميليشيات في بلدة إبطع بريف درع الأوسط. وصول 1350 مهاجرا بينهم سوريون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بعد انطلاقهم على مركب واحد من صفاقس التونسية نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعد أسبوع على مأساة غرق 72 مهاجرا جنوب إيطاليا بعد اصطدام قاربهم بصخور على بعد عشرات الأمتار من شاطئ كالابريا. السلطات المحتلة في زاباروجيا تقول إن الجيش الأوكراني يحشد 70,000 عسكري لصد القوات الروسية في باخموت، وزعيم مرتزقة فاغنر يفغيني بريغوجين يقول إن قوات بوتين أصبحت على مسافة 1200 متر من المنطقة الإدارية وسط باخموت في معارك عنيفة تشهدها المنطقة منذ أشهر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.